أهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم. اليوم راح نساوي غرزة، يعني من غرزات موج البحر، كتير سهلة وكتير بسيطة. تتألف الغرزة تبعيتنا صبايا من 13 غرزة أماميات. أنا هون مشتغلة 3 أسطور، 2 أمامي وواحد خلفي، يعني أمامي خلفي أمامي. هلا صبايا حاطة أنا 2 للحافة، وحدة 2 خلفيات. أنا هاي بس مسطرة، أنتو بتحطون بدكم اياها. هون عندي إنها 13 غرزة كلهم أماميات. بعد ما اشتغلت هدول 3 سطور شو راح أعمل؟ راح آخو 4 غرزات مع بعض، وحدة 2 3 4، راح آخو 4 مع بعض. بس لازم أرفع خيطي لفوق، بدي آخو 4 مع بعض. هلا أنا أخذت 4 مع بعض هيك، الخيط لحاله ملفوف لفوق، بشتغل غرزة برجع بلف الخيط، بشتغل غرزة برجع بلف الخيط، بشتغل غرزة. بيضل عندي 1 2 3 4، معناتها هسه بلف الخيط وبشتغل غرزة، بلف الخيط وبشتغل غرزة. هون بدي اخذ 4 مع بعض من 13 صبايا، 13 غرزة أمامية. أخذت في البداية 4 وهلأ لفيت على كل غرزة، لفيت السنارة. هلأ بدي آخو 4 الأخرانية، نفس المبدأ باخدهم بس من هذا الاتجاه. هلأ أنا أخدتهم للأربع غرزات مع بعض، فينكم تاخدوهم هيك وفينكم تاخدوهم مثل ما كنت أنا عم بعد. هلأ بالسطر الخلفي طبعا أنا حاطة 2 والباقي يعني صاروا 2 أماميات. سطري كله بصير خلفي مع اللفات صبايا، بدي اخدهم غرزات. مثل ما شايفين كل لفة غرزة، كل لفة غرزة، مشان عوض اللي اختصرتهم من الجنبين. مثل ما شايفين صبايا من هون ومن هون، طبعا انتو بتحطوا اكتر من 2 مشان تبين عندكم هدول الختمة، بتبينوا كتير حلوين واضحين. هلا برجع بشتغل سطر امامي، 2 خلفيات، هدوني مالن على قبل، وهدوني من عدون، وحدة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ما عدا شغلي صح مثل ما شفتوا، بينت يعني صبايا. هلا الدور الخلفي، هلا انا اشتغلت سطرين، سطر خلفي سطر امامي، لسه سطر خلفي. كتير سهلة، خلفيات ما فيهم شي. إذا رسمتنا كل 3 سطور صبايا نرجع بنكررها مرة تانية، كل 3 سطور يعني خلفي أمامي خلفي صاروا 3، هاي صار عنا هون 3،
نرجع بنعمل الرسمة مثل ما عملنا. هدول اتنين ما لنا شغل فيهم، نجي على الأربعة صبايا، أربعة، واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. كتير حلوة للجاكيتات البيبي هاي الأربعة، أخدتهم فرد أخدة، خيطي لفوق، اشتغل، لف الخيط، اشتغل، كل غرزة بلفة، كل غرزة بدي لف هيك طبعا توصل قبل أربع غرزات. هاي أنا وصلت، برجع بلف الخيط، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. ناخده بس برفع الخيط لفوق، رافعته بس لفة مشان ما تروح مني لفة، ثلاثة، أربعة. فيكن تاخدون هيك صبايا وفيكن تاخدون هيك، بس هيك أحلى مثل ما أخدتهم أنا هلا، هيك أحلى من هذه الطريقة هاي، مشان تبين هيك وعلى إذا كان في كذا وحدة بيبينوا أحلى، بصيروا مثل إذا نص دائرة من الجانبين، من الجانبين بصيروا مثل إذا نص دائرة. بس أنا عملت لكم بس مسطرة صغيرة، أنتم بدكم تعيدوا تكرروا. هلا هون صبايا أنا عاملة مثل ما شفتوها 13 غرزة، اثنين هون خلفيات، ترجعي بتعيدي 13 13 13 مع اثنين بيناتهم خلفيات تينتهي العمل تبعك. مثل ما شفتوها الرسمة كتير حلوة، كتير بسيطة، بس المهم تحافظوا على عدد الغرز ما يروح منكم ولا غرزة، وتنتبهوا على عدد اللفات. انه ابتدينا مثلا ب13 بدنا بس نخلص الرسمة ونلف الخيط، اذا انت مبتدئة بتعديهم، اذا 13 معناتها صح، ما 13 معناتها بكون نسياني لفه من هون او لفه من هون، بدك تنتبهي بس على هاي الملاحظه، ولا الرسمه كتير حلوه وسهله. واهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكون عجبتكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس و...